المذهلة وتنزيلات تصل إلى 70% مع 2XL ما بتمل. للمعلومات 800 2XL. شو جاهز؟ خايف شوي. أنا كمان. الله يستر. حسيت مثل ما أنا حسيت؟ الروعة. شعور ما بينوصف. شي كتير جديد. تعي خلينا نشوف أصحابنا وين. ياس ووتر وورد أبوظبي حيث تروى المغامرات. احصل على بطاقتك السنوية الآن. لمعرفة المزيد ياسوترورد.com. راديو الرابعة. راديو الرابعة. اسمعنا بس. هلا سعيد، يا مرحبا بك. شو هالأبواب الخشبية الغاوية ومن وين؟ هذا مو خشب، هذه أبواب ألمنيوم لون خشبي. صراحة ما أقدر تفرق بينهم. مول. ولعلمك أبواب متينة ما تتأثر بالشمس ولا بالحرارة ولا الغبار، وسهولة الاستخدام وبالألوان ونقشات وايد حلوة. لا مو بس هذا، سويت عندهم كل أبواب الحمامات والملحق وبأسعار وايد مناسبة. ولا تنسى عندهم الألمنيوم والزجاج العاكس لأشعة الشمس والمانع للحرارة وعازل الصوت بكل الألوان اللي تباها، وعندهم جودة في التصنيع صراحة عالية، والأهم دقة في المواعيد. عيل خلاص دخيلك دلني عليهم، خلني أخلص فيلتي معهم الآن. اجعل من منزلك تحفة فنية مع مصنع البيت للألمنيوم. للاتصال 04-258-2589 أو 050-493-3880. صور السيلفي ما عم تجيب لايكات ابدا، يمكن لازم غير الكاميرا. المشكله مش بالكاميرا، شوف جبهتك الصلع بلش فيها. والحل؟ سيلفي هو الحل الوحيد لمشاكل السيلفي. استخدم زيت الشعر اندو لخبي عبوه سيلفي الجديده كل ما تمشط شعرك. ركز على منطقه تساقط الشعر وامسح الزيت حتى يوصل لفروه الراس، حتى تضمن تغذيه الشعر بشكل اكثر فعاليه. عبوة سيلفي الجديدة من زيت الشعر اندوليخا برينجا متوفرة في جميع دول الخليج العربي. افرش بيتك وأنت في بيتك يقدمها أوبشنز للمفروشات مع تخفيضات تصل حتى 69% على كافة المعروضات. زورونا في دبي شارع زعبيل أو اتصلوا على 800-678-4667. يأتيكم برعاية زيت الشعر ضالخة برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدين الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم. ويا هلا وسهلا فيكم. وني يقول يا طويل العمر وين صار؟ الكمد اليوم في جريدة مهندس خالد الكمدي يقول يا طويل العمر عندما بوابة أو بوية برعاية أسرية، هذه عمود 5 دقائق، خالد الكمدي يقول عندما هاجمتنا وبغير مقدمات عادات دخيلة وثقافة مشوهة تلقينا الصدمة وقبلنا الاعتراف بخسائر مباغتة. طبعا فلكل طبعا نجاح ضريبة، قبولها وتجاوزها هو السبيل الوحيد لمواصلة النجاح، ولكن دون استساغتها وتقبلها أن تصاب بفيروس طبعا يلقيك محموما في الفراش أياما عدة بعد طبعا شهر من العمل الشاق، فهذا طبيعي، ولكن أن يصبح المرض زائرا مقبولا في حياتك لا ترفضه ولا تقاومه بل وتتعايش معه، فهذا انحدار ليس على مستوى قوتك وتماسكك فحسب، بل على مستوى تطورك الفكري الذي بات يقبل المرض كجزء من حياة العمل الحافلة ولا ينظر إليه كدخيل ينخر في جسد النجاح والاستقرار. عندما يقول تسللت بخبث قبل سنوات عدة مظاهر تشبه طبعا الفتيات بالشباب إلى مجتمعنا، كانت حينها ممارسات غير طبعا
مدركة الأبعاد والأسباب غير محسوبة النتائج. لم تستشعر الأسرة خطرها ولم تعي الفتاة عاقبتها. اليوم وبعد سنوات قليلة في عمر الزمن كثيرة في حجم التطور، باتت الفتيات أكثر وعيا بكل تفاصيل الحكاية، وبات الانغماس في المرض بإصرار وتصميم وبرعاية أسرية. قبل سنوات كانت بوصلة الفتاة طبعا تضيع أمام تهميش أسري أو تمييز لأخوة ذكور أو تعنيف واضطهاد الأم، واليوم أصبحت الفتاة أكثر تميزا وأثيرة لدى أهلها من نصف طبعا رزمة من الذكور، وصار عندها منابر وقنوات لتعبر عن نفسها وطبعا وتألقها ونجاحها وأنوثتها. اليوم نضجت التجربة المريرة ورأينا طبعا مغبتها على طبعا مستقبل الفتاة، على روحها التي اضمحلت وتطورها الذي حوصر وأنوثتها التي سرقت وعلى أمومتها التي ألغيت. فلماذا انحراف البوصلة؟ عندما هاجمتنا ظاهرة البويات لم يكن لدى الأهل قدرة على قراءة المتغيرات أو استنباط النتائج، وعبر فجوات أسرية تسللت الظاهرة إلى مجتمعنا. اليوم بات الأهل أكثر وعيا بمكامن الخلل في علاقات الصداقة المنثوية، أكثر معرفة بمداخل الغواية التي تهوي بمستقبل الفتاة إلى غير قاع، وأعظم خوفا من مجتمعنا الذي طبعا يولد ويكبر بين يديها وعلى حجرها. فلماذا لا نعمل على سد الخلل؟ كيف تصطحب أم ابنتها إلى العيادة كلما أصابها رشح أو حساسية وتتركها فريسة لما هو أخطر استسلاما واستحبابا لأن يكون لابنتها ستايل؟ طبعا تعجبها قصة شعر قصيرة تتمرد على الضفائر، وطبعا يبهجها بنطال بخصر منخفض يتحدى الجلابية. كيف يملأ الأب حساب الفتاة البنكي بألوف الدراهم ولا يأبه لغيابها عن البيت ساعات طوالا ويلتقيها على بابه وقد غادرتها البراءة؟ ولا يأبه وصفقاته تسير على طبع صفقاته تسير على ما يرام ولن يؤثر في سمعته علاقتها بفتاة. كيف يستصيغ مجتمع تماسك محب وطامح للتميز أن يتسلل نخر خطير إلى زهراته وأن يتقبل فيهن وبينهن وجوده؟ خالد الكمدي، الله المستعان. إن شاء الله خالي بعد ترى المجتمع يساعد، قاموا يسوي لهم مسلسلات حينه وهذا ويتكلم عنه ويطلع عنه وكذي ولن قنوات وفي المسلسلات، يعني هاي لك الحين شوف كلنا أغلب في المسلسلات وفي وسائل الاتصال الحديث هذه، وأصبح الأمر خالي شوي شوي بيتسلل خالي بالطريقة لأن في شيء يساعدون وايد أشياء كثيرة. مثل الحين يقول يحاربون المخدرات وآخر شيء طلعوا لك إن اللي يحششون هم الناس زينين ينكتون، واللي ينكت مثل الأفلام كل الأفلام العربية أغلب الأفلام العربية خاصة يطلعون لك إن الحشيش عادي وكلهم يشربون حشيش وكلهم ينكتون، وآخر شيء يقول حق عيالك لا تدخ حشيش. شوف التناقض، شوف صعب شوية العملية خالي. أنت تروج لهم ترى، وحين حتى النكات اللي تنزل هاي نكت كل حشاش 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 قال حشاش سوى، آخر نكتة أمس نزلت أول واحد محشش طرش حق وزير التربية سيل حمادي طرش لرسالة قال معالي الوزير الحين أنت كيف ما في مدرس يدرس المواد كلها، تبغينا نحن كطلاب نتعلم المواد كلها؟ فدائما يعني انت يطلعون الحشاش انه فنان وانه خفيف دم وخفيف ظل ويقولون كت وكذا، فخلى على الله خالي. واشياء كثيرة، هذا قليل من كثير مثل ما يقولون. عن كل المسلسلات الخليجية لازم كل مسلسل فيه انتين ثلاث طالع مده قصة شعره وبنطلون والدنيا مستوي ريال وعادي بيتها يطالعون مترى بيعجبون فيه. مثل قبل 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 منو قدوتنا؟ الحين قدوتنا بابو يوم عند الدكان يدوخ جقارة يفر الجقارة ناخذ الجقارة عنه وندوخها يعتبر قدوة نشوفها انه ريال يعني. عقب شوي شوي تطورت العملية والسينما، يوم قمنا نسي السينما من تشوف البطل دارمندر طلع صلب جقارة بعد انت لازم تطلع صلب جقارة وتدوخ، لان كانت سينما هيك الايام طلقة تدوخ في الهواء الطلق ما في ممنوع. اي الناس تتأثر قصة بالنجوم. هذا يقول صباح الخير حلوة الكشمة عليك، الله يحليك يا طويل العمر.
هذا يقول في شيء مهم عاوز أكلمك فيه بس مش عارف ينفع الهوى ولا ما ينفع. أنت قدر خالي، إذا ينفع اتصل. زين فارق. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. مرحبا أبو راشد. يا هلا وسهلا فيك. دقيقة، لحظة واحد بيكلم. كيف الحال أول شيء؟ أنت السكرتير ماله ولا شوف؟ خير الحمد لله. والله أنا ما عندي ولا مدير الأعمال أنت استعداد بالحوار وايد يعني. أكيد عيالها فن دوق. هذا مطرب أكيد، لأن المطربين الحين كلهم عندهم مدراء أعمال، حتى لو ما معروف ما حد يعرفه. قال لك سرعة الحين ما معروف ما حد يعرفه، ولا جد نزل له ما جد نزل له لا سي دي ولا صحن. يوم تقول لك قال لك كلم مدير اعمالي امس، خبرني واحد يقول لي عندنا الولد بيعرس في مطرب، يقول ما معروف ما جد. يقول سوينا له تليفون، قال لا بهذا رقم مدير اعمالي. قلت عشنا يلا، فاكيد انت اكيد هذا مطرب وانت مدير اعمالي. عطنا المطرب الله يخليك. لحظه براشد، اول عطني موال. السلام عليكم. سلام. اول عطني موال، شرب الخير. براش ايش حالك اخوي؟ الموال الله يخليك. الموال؟ ايه. يشتغل قصيدة. بعد ما ربك انطاق علينا قمت تتكبر. يا سلام. براش الحين سنة من سنين واحد ياهل صوب بيتكم سلم عليك وقال ما عندنا بيت، انت قلت خلاص يرى الإذاعة وخبرني الموضوع. اذا تذكر سنة من سنين. الله يطول العمر. وين كم بذكر خالي؟ وايدين مروا علي. الحين على الهوى ولا لا ابو راشد؟ ابي على الهوى نحن الحين. لا لا خالي، على الهوى بتاخذ برد. الحين برد ما نحطك على الهوى. زين طويل العمر هذا موضوع. وخالي سديت خشمك مقدم بحركه الراجه مقدم ثلاث اربع مرات ما رادين عليه، وريالي بيدام لو سكيورتي والله العظيم بيدام. زين ماشي مكان غير شي يشتغل يعني. قدم يعني قدم حتى هني في الشارجة، قدم موارد بشرية كله. برد عليك برد عليك. ريال الحين كم عمره؟ 25 سنة الحين مو مدام. عنده شهادة ولا ما عنده شهادة؟ شهادة كم عندك؟ ثالث إعدادي عندك. ما أقول لك خالي الحين إذا ما عندك شهادة ما يبونك طويل العمر. ليش ما يكلم؟ لو مندوب، لو مندوب راشد. زين مندوب عادي، إذا حد بيسمعك بشغلة مندوب فالك طيب إن شاء الله. زين إذا حد بيسمعك بشغل مندوب فالك طيب، إذا حد تصلنا بتواصل ياك، رقمك موجود. فالك ليه؟ يا هلا وسهلا فيك. الله يعني. حياك الله. حياك. عينا ود خالة الفنان؟ ود خالة المطرب؟ شغلة ضابط عندك، ضابط إيقاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. ولا سكرتير مدير أعمالك؟ هلا والله. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. ألو. أسمعك أبوي. وراش بوق بالجنة إن شاء الله. أقول آمين. آمين جميعا إن شاء الله يا رب. الله يطول عمرك. أنا بس عندي كلمتين. قول خالي. الله بدعي لرئيس الدولة الله يطول عمره وعم الشيوخ والشيخ سلطان. أنا الحين عندي مواطن، عندي مشكلة أنا في ذمة الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره. بس ما عندي، أنا عندي مشكلة ما يحلون إلا هم. أنا في ذمتهم الحين. حياك الله يا أبوي. رحم الله والديك. يا هلا وسهلا. يا عبد الرحمن. زين والله يا طويل العمر شفنا الحين ما شفت لنا خبير العقاري. انا بعطيك رقم، اصبر شوي خليني اطلع لك رقم. تقعد خف علينا الحين. بجيب لك ان شاء الله بعد شوي، بجيب لك خبير مال الله باسمه مال لا لا لا، بجيب لك خبير مال نفط وخبير مال اسهم. خلي يقول لك الاسباب اللي ادت الى انخفاض البترول وبعدين الاسهم بعد. ما يهمك ان شاء الله. فالك طيب. يقول لك يا طويل العمر، هذا يقول علي ابراهيم البقيش، يقول صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ايضا هني يقول
موجود اخونا الاستاذ عبيد عوض طنيجي، وطبعا يعتبر من الخبراء العقاريين وصاحب مكتب ايضا عقاري، وبنشوف ان شاء الله شو هي الاسباب اللي ادت الى هذا الارتفاع او الارتفاعات هذه اللي الناس او المستاجرين يقولون غير مبرره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو عبد العزيز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ شو اخبارك اخوي؟ الله يسلمك ويطول لي في عمرك. ان شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الله يطول. اسفين على الازعاج يا سيدي. لا تحت امر سيوفق الله يحفظك. بس هذا السؤال دائما يطرح نفسي يا طويل العمر، تعرف العالم نبغي نتعرف الحين من خلالكم يا طويل العمر، شو الاسباب اللي ادت الى ارتفاع الايجارات بالطريقه هذه يا طويل العمر؟ يعني الناس اللي المستاجرين يقولون شيء مبالغ فيه مثلا، هذا يقول لك زين الان له على مثلا البنايات الإداد، بنقول برايه هذا ينطبق الان على البنايات الإداد والبنايات اللي مبنيه قبل والبنايات حتى اللي مطلع قيمتها مرتين وثلاث، يعني اللي الحين البنايه اللي كملت 30 سنه و40 سنه هذه تعتبر خلاص يعني بنايات قديمه، ولكن الاسعار نفس الاسعار مع البنايات الجديده. شو الاسباب يا طويل العمر؟ وهل هناك الان في الفتره الحاليه مع انخفاض اسعار البترول او اسعار النفط يا طويل العمر، والانخفاض الاسهم وسوق الاسهم وكذي، هذه ايضا يقول لك بتادي مثل ما يقولون الان بتادي الى انخفاض الاسعار ما او ثبات الاسعار ما بزيد؟ شو برايك بشكل عام يا طويل العمر؟ بالنسبه لارتفاع الاسعار المساكن اللي هي الوحدات السكنيه الشقق، نعم، فهي تعتبر ارتفاع الاسعار فيها هي زياده الطلب على الوحدات السكنيه. نعم. وبشكل بشكل معروف ان في مكان يزيد الطلب على شغله يزيد الطلب عليه يرتفع السعر وياها، فهو عرض وطلب. نعم. وزاد الطلب على السكني، وهذا الارتفاع اللي زاد الطلب على السكني هو الحركه اللي استوت في فتره من بين الربع الثاني والثالث. نعم. سوت حركة طلب على العقارات بشكل ارتفاع كبير كان عندنا في السوق. نعم. فارتفاع الطلب على العقارات وارتفاع الوحدات السكنية الارتفاع الشراء قصدك انت، يعني الناس مقبل انها تشتري عقار مثلا تستثمر في العقار. اي نعم. قبلت على الشراء، والناس ما تقبل على الشراء الا اذا زادت الوحدات السكنيه الطلب عليها، لان اللي يرفع قيمه العقارات عندنا هي الطلب على السكني، والطلب على السكني زاد، واذا زاد الطلب على السكني ارتفع كل شيء تقريبا وياه، لان اعتماد الاقتصاد تقريبا في العقارات هي الطلب على العقارات بشكل خاص على السكني وعلى التجاري. نعم. فاذا زاد الطلب على هذه الشغلتين تلقى ان العقارات بالسوق بشكل عام يزيد بارتفاع، واللي صار عندنا صار مبالغه في الارتفاع. نعم. الناس بدات تبالغ في الاسعار، وبدا الوضع الحين الوقت الحاضر احنا فيه الحين بدا الوضع يهدى شويه. نعم. لكن ارتفاع الاسعار اللي صارت هاي اللي عندنا هاي اسعار كانت زياده على الطلب على السكني، والاحداث اللي صارت عندنا في الدول العربيه. نعم. اثرت عليها ايضا اقبال الناس على الامارات واطمئنان الامارات، والمشاريع اطلقت في الامارات خلت الناس تلجا للامارات بشكل دوله امنه، دوله مستقره، دوله كونها ارض خصبه للاستثمارات. نعم. فبدات الناس في الفتره هذه 2014 بعد ما تحسن السوق عندنا وتحسن الاقتصاد العالمي بشكل عام تقريبا بدا يتحسن، فالناس قالت اقرب دوله عندهم خاصه في المنطقه اللي هي الدول العربيه اللي عندنا الاحداث السياسيه اللي صايره عندهم، فحسوا ان بالفعل اتاكدوا ان دوله الامارات هي بالفعل الدوله اللي يعتبرون الاولى في من الدول العربيه الموجوده كدوله امنه، الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل شيوخنا وحكامنا اللي هم سياستهم اللي هي الحكيمه في اداره الدوله. وبالنسبه للارتفاع بالنسبه لنزول البترول عندنا طبعا هو بياثر على السوق، ما بياثر على السوق بشكل سلبي، بياثر بشكل ايجابي. نعم. وما بيأثر عليه في الوقت الحاضر، بيأثر عليه على المدى الطويل، يعني نزول البترول في الوقت الحاضر بينعش الاقتصاد عندنا في الدولة، وبينعش السوق عندنا بالدولة، هو اللي يخلي السلع الموجودة تنزل قيمتها، وكل الأشياء التنقلات الموجودة عندنا بتكون قيمتها نازلة، وبشكل عام اللي بتي حتى من خارج الدولة بتكون أسعار كلها منخفضة كأن البترول نزل، لأن في الحالة هذه بينعش السوق، بيخلي التجار الموجودين اللي كانوا موجودين عندنا هني اللي كان ناوي يسكر، اللي كان ناوي يغلق محله عفوا، واللي كان مثلا ناوي يفتح شركة متردية لا بيفتح الحين، لأن صار الموضوع لأسهل، هو طبعا بيكون عبء على الحكومة في نقص البترول هذا بنزول البترول، لكن ما بيكون عبء على الاقتصاد أو التجارة في عندنا بالدولة. نعم. بالنسبة يا طويل العمر الآن الكثير يطالبون بتدخل الحكومة، يقولك ليش الحكومة والبلديات مثلا ما تتدخل، البلدية يعني تتدخل وتحط مثل ما تقول سقف معين للإيجار مثلا يكون موحد وما حد يتجاوز هذا السقف. تتكلم عن إمارة الشارقة ولا عمان؟
لا بشكل عام انا اتكلم بشكل عام. نعم. هي بالنسبه لباقي الامارات اللي هي غير الشارجه عندهم نسبه الارتفاع الايجارات، يعني مثلا تروم تقول الحين ان الانسان المستاجر واللي ساكن اللي هو ارفعوا الايجار عليه في نسبه عندهم في عمان نسبه 20%. نعم. وفي دبي لهم نسبه معينه وتتراوح بين ال 10 و 25%. هذا سنوي اخوي. ها هذا بالنسبه له هي هذا السنوي، هذا بالنسبه له بالنسبه للارتفاع النسبي اللي هو النسبه السنويه، يعني كل سنه ممكن يرفع بس بطريقه بنسبه معينه. اي بس ما يحدد الجديد، الجديد لا انت تتاجر عني جديد انا حاسب بسعر السوق. لا الجديد يقدر يرفع حتى يقدر مثلا الايجار الجديد اللي توه فاتح مبنى جديد. نعم. ممكن يرفع حتى ما له دخل بالسوق ابدا، يعني ابدا هذا الشيء يعتبر شيء يعني جديد اني عندي اني انا على حسب الاتفاق اللي بيني وبينك. هي نعم. هذا اللي لو احط السعر اللي ابغيه ما حد يقدر يتدخل خالي. لا ما حد يدخل طبعا. لانك انت هذه هنا ما في حمايه مستهلك، انت جاي وانت عارف ان ايجار بالعقد تعاقدت في البدايه، عقدك يتم في البدايه، انت موافق على العقد هذا، انت ما رفعت على الانسان اللي ساكن عشانك تحميه كدوله تحميه الحين. نعم. الدوله والاماره تحمي الشخص اذا كان هو ساكن وارتفع الايجار الى الضعف اني تحميه، لكن انت جاي تتعاقد عقد جديد سواء اشتريت او اجرت فانت ملزم في العقد هذا انك انت سواء كان ايجار السوق اقل او اعلى انت وافقت عليه. نعم. فهنا ما في حمايه في الموضوع. نعم. بالنسبه للمحلات التجاريه خالي نفس المبدا ينطبق عليهم. المحلات التجاريه هي نعم القوانين تطبق على المحل التجاري والسكني، لكن في بالنسبه للقوانين اللي هي الاخلاء تختلف بين السكني والتجاري. على حسب كل اماره القوانين في الاخلاء، اذا مثلا ما دفع الايجار او اذا يرفع الايجار عليه المالك هني كل اماره حاطه قوانين بالنسبه للتجاري. بالنسبه للشارج اللي 15 يوم، بالنسبه للسكني لك في 30 يوم على موضوع الايجارات. لكن المحلات بشكل عام عندنا في مار الشارقه الاسعار تقريبا فيها ثابته، والاسعار فيها في الازمه وقبل الازمه ما غيرت وايد ولا تاثرت وايد، كون المحلات التجاريه بشكل معدود مو بشكل كميه كبيره اللي تاثر في السوق اذا صار عندنا ازمه. اكثر شيء تاثر السكني لان وحدات سكنيه تكون مجموعه ونسبتها تكون عاليه موجوده على حسب الابراج او البيات الموجوده، فتحس ان الارتفاع العمودي هذا التوسع العمودي هو اللي ياثر على السوق اكثر من الافقي، الافقي يعتبر محلات تجاريه فهذا نسبه اقل في التاثر. الله يجزيك خير يا ابو عبد العزيز. مشكور يا سيدي، مشكور يا اخوي، مشكور يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله، حياك الله. عبيد عوض طنيجي طبعا هو يعتبر من خبراء العقاريين في الدوله، يعني عنده مكتب ما شاء الله عقاري، ف الله يعين ان شاء الله. ما تدري خالي هو امورها كثيره، طبعا يقول لك اهل مكه ادرى بالشعب وهذه اللي يعرفون لان شغلته ما يخالي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. مرحبا. يا هلا وسهلا. مرحبا ابو راهيل، وش حالك؟ الله يطول لي عمرك. تلا بخير. خير الحمد لله. سرج حال العيال كلهم بخير، ما حد يشبه الله يطول عمرك. طال عمرك انا مقدم برنامج الشيخ زايد. نعم. للاسكان تقول من 40 سنه. من 40 لو بتقول اكثر، ومقدم من ذاك وقت وهذا وقت طال عمرك ولا سب ولا شيء. وي بتكسر علي. انا ساكنه في الحنيه، عاش السلطان شاهين. لحظة طال عمرك الحين برنامج زايد ما استوى من 40 سنة الله يطول عمرك. ولا سب ولا سالفة. لا لا بس البرنامج ما من 40 سنة الله يطول عمرك. من 40 سنة أقول لك. عهود كم بطاقة؟ من كم؟ وطال عمرك وتم من هذاك وقت وهذا وقت، ويومها الحين قالوا والله بنعطيك 300 وبنسوي الصيانة. قلت وين العيال داخل؟ وين هالحين؟ وين أسير بعيالي؟ وين أسير بحالتي؟ وين بغيره بأول وتالي؟ وبيت متكسر علي من شينكم من سبيس وبانت الناس وطايح على راسي، واللي ما يصدق يجي ويشوف. هذا البيت حكومي الله يطول لي عمرك ولا؟ وطالعت اللي طال عمرك كرب في البيت، أنا عيالي 8 في البيت، فهمت لي؟ ثلاثة عندي هنا ما أتزوج، عندك سعود وعندك نورة وعندك رحمة. هذا البيت حكومي ولا الله يطول لي عمرك؟ لا الروسي بانت لنا ملك، ماشي حكومي عندي. آه. مو عشي مو الحكومة ولا سكنت ولا جيته. ما عندك بيت؟ بيت طال عمرك وعيال عندي 8 في البيت، وعندي طال عمرك كرض ولا طال عمرك ما طلعوا يبنون هني كل سنة وتيدد هذه الخرطة مال اللب اللي في البيت. نعم. قرب العيال اللي من طنيجة، فهمت الطريقة؟ نعم. وتيدد وتامه مكانها فوق 20 سنة 25 سنة، هاي الأرض عندي أنا يعني. هاكي مخططة موجودة عند العيال، لا حصيت من برنامج الشيخ زايد
ولا حصيت ولا حصيت طال عمرك جسمه من الشيخ سلطان. عيالي كلهم جوازاتهم تبع الشارجة وأنا أبونا جوازي تبع الشارجة. وبعدين بدلت طال عمرك الفيرة ولا سووا لي سابة لا بلدية طال عمرك الشارجة ولا ونهاية الشيخ سلطان طويل العمر حفظها الله وتق الله عليه ولا سووا لي سابة نهاية الديوان روحي بنفسي ولا طلعوا يحضروا خذوا عني الورق قالوا الشيخ محد والشيخ موجود في البيت في قصرة فهمت وشحوتوني وراغوني كرات السبال والعيال طال عمرك هكم موجودين ولنسى ما فيهم فايدة وأنا تم قطيعة بالله والحق لو بتشوف بيتي حالي وحال المشردين هذه لا وشو يوم النظر نظركم وشو ريوركم بيا لا تبندين تليفون على خلاص لا تبندين تعيشوا وروحكم لا تبند لا تبندين تليفون لا لا هم بند لا تبند لا تبندين لا 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 خذ أنا مال إسكان بعد رقم مال إسكان طالع شوف شو موضوع ماشي لأنه هو مال إسكان أنت إذا يطلع لك برنامج جديد للإسكان ما يخص الإمارة اللي أنت مثلاً قيدك مثلاً من الفجير وعندك أرض في الشارجة يبنون لك في الشارجة ما عندهم مشكلة البرنامج الشارجة للإسكان ما بيعطونه لأن جاء القيد صادر من الفجير إذا القيد صادر من الفجير ما بيعطونه هذا بن سلوم خالي والله ما أدري شوف الخالي طويل العمر أي واحد يقول لك فائز بيتصل أساميهم بعضهم اللي فائزين ويا وزارة أسئلة وزارة الثقافة والشباب تنمية المجتمع بيطرشوا لهم إياها واللي هذا في قصيدة هني زين اسمع طبعا هذه القصيدة مهداة لسمو الشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي بمناسبة قدوم مولوده الجديد اللي اسمه سلطان نقول له ألف 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 مبروك يا أبو مجتوم قصدي يا أبو حميد ألف مبروك يا أبو حميد وتستاهل ما ياك ويتربى في سلطان في عزك إن شاء الله يا رب العالمين هذه القصيدة طبعا تهنئة للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بمناسبة مثل ما ذكرنا قدوم ابن السلطان نقول له ألف مبروك يا أبو مجتوم تستاهل ما ياك ويتربى في عزك إن شاء الله يا رب العالمين سلطان إهداء إلى سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بمناسبة قدوم المولود سلطان جعله الله قرة عين لوالديه ذيع التهاني يا بن خصيف ذيع التهاني يا بن خصيف لعبد العزيز الشام خطود بث الخبر من دون تحريف بث مباشر والملا شهود وخذني معك فالرابعة ضيف قل لي هدا لا قلت لك هود خذني معك فالرابعة ضيف قل لي هدا لا قلت لك هود أبغي أصوغ الشعر تشريف وأبغي أقدم باقة ورود وهدي التهاني اللي مراضيف للي لهم عندي قدر عود أهل الوفاء والخيل والسيف وأهل الكرامة وازرق العود أهل الوفاء والخيل والسيف وأهل الكرامة وازرق العود أقصد نعيم ولا بهم حيف روس المراجل سم الكبود واختص شهم فذن منيف عليه حسم الراي معقود أقصد نعيم ولا بهم حيف روس المراجل سم الكبود واختص شهم فذن منيف عليه حسم الراي معقود له في اسم الأمجاد تصنيف حميد ليب الطيب معهود له في اسم الأمجاد تصنيف حميد ليب الطيب معهود سقت المثايل سوق وظيف أغلى التهاني بخير مولود سلطان ضيف ونعم بالضيف عزوتها له زاكين لجدود سلطان ضيف ونعم بالضيف عزوتها له زاكين لجدود سلطان
كحل العين المريف رزق وعطاء من خير معبود ساق البشاير ناس مريف من العين صبح به هوى النود هذا شبل من قند الكيف عبد العزيز مخاوي الجود هذا شبل من قند الكيف عبد العزيز مخاوي الجود حر على روس المشاريف والطيب باسمه صار مسنود كريم مخا والملاقيف كم فرحت يمناه مضهود كريم مخا والملاقيف كم فرحت يمناه مضهود ضحكة حجاجة بها تواصيف غنى بصفاته ناعم العود بحميد يا راس الغطاريف سلطان ذخر حميد وعضود ومبروك وارضفها مراديف فالك الخير ويعلك بزود واثني على أم المواليف شيخة الطيب ومنبع الجود مبروك وارضفها مراديف فالك الخير ويعلك بزود واثني على أم المواليف شيخة الطيب ومنبع الجود أم الورود ورونق الطيف نقطف لها من الورد عنقود تستاهله ومبروك بالضيف وعين الحسود يصبها عود وعين الحسود يصبها عود سيد خلفان الكعبي. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر ضليخة برينجا إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي حرر شغفك. ياكم الغواص من داره غاص ويا بدانا بوسط محارة مطعم ومطبخ الغواص من الإمارات أبحر من تايلند وصلت أخبار مع الهولو واليامان ظهر غواص ويا بحارة الغواص لتلبية جميع البوفيهات والحفلات الخارجية www.غواص.com الفرع الرئيسي منطقة الزهراء في عجمان للحجز والاستفسار يرجى الاتصال على 052-982-8424 فرع النعيمية عجمان فرع أبوظبي منطقة الشهامة الجديدة 02-566-8821 مطعم ومطبخ الغواص فرع بانكوك وقريبا في إمارة رأس الخيمة. لحظة خليني أسمع الخبر. أعزائي المستمعين معكم رانيا من برنامج أحلى خبرية. مثل ما عودناكم اليوم معنا أحلى خبرية. أزياء ريفا تعلن بدء التنزيلات بكل الأفرع الموجودة بالإمارات. صراحة أحلى خبرية سمعتها لليوم. أزياء ريفا كيف بقدر ساعدك؟ أختي صحيح أن أزياء ريفا بدت تنزيلاتها؟ نعم مدام. أنزين أختي وهل تنزيلاتها شامل جميع الأفرع؟ كل الأفرع مدام. الآن قومي بزيارة أي فرع من أفرع أزياء ريفا في الإمارات واحصلي على خصم حتى 50%. استقبلوا العام الجديد في حفل فني ساهر مع النجمة نانسي عجرم. نانسي عجرم والنجم ملحم زين. ملحم زين رجع مثل ما كنا تيجي هنا وانا احبك. ليلة رأس السنة الأربعاء 31 من ديسمبر في انتركونتيننتال دبي فاستيفال سيتي. للحجز والاستفسار 055-338-8420 برعاية هواوي وراديو الرابعة ومن تنظيم Precious Moments Events. يلا يلا يلا.
القادم المسرحية الغنائية ماما ميا، والتي تعتبر العرض المسرحي الأكبر والأروع على مستوى العالم مع أروع أغاني فرقة أبا الشهيرة. وراديو الرابعة هي الشريك الإعلامي الرسمي لهذا العرض المميز في مركز دبي التجاري العالمي ابتداء من 2 يناير. احصلوا على تذاكركم اليوم عبر www.latinumlist.ae أو كونوا معنا على راديو الرابعة لفرصة الفوز بمقعدكم في هذا العرض الاستثنائي في دبي، فإنكم حتما ستحبونه فقط على راديو الرابعة. افرش بيتك وأنت في بيتك يقدمها أوبشنز للمفروشات مع تخفيضات تصل حتى 69% على كافة المعروضات. زورونا في دبي شارع زعبيل أو اتصلوا على 800-678-4667. البيت وخلصنا، باقي الأثاث والسيارة. خلها علي، عطني 200 درهم وإن شاء الله الأثاث والسيارة. مو بسيارة، سيارتين بعد أنا بيبهم. ها كيف؟ ميجا مول. ميجا مول؟ غير حياتك وعد إلى بيتك بأكثر مما تتخيل. اربح جاكوار وافرش بيتك، في كل مرة تنفق فيها 200 درهم في أي من محلات ميجا مول سوف تحصل على قسيمة أهلك لدخول السحب على سيارتين جاكوار و100 ألف درهم مفروشات من 2XL. ميجا مول، حيث المتعة في التسوق. لم يعد نمو الشعر سراً بعد الآن، فمع خليط الأعشاب النادرة من الهند وغابات الأمازون يأتيكم زيت الشعر فورست هيربز الذي يمنع تساقط الشعر ويقويه ليمنح شعرك لمعان طبيعي لا مثيل له بمكونات طبيعية 100%. فورست هيربز، جمالك من الطبيعة. حياكم مجددا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويا هلا وسهلا فيكم. ني يا طويل العمر أيضاً شوف بعض الرسائل النصية القصيرة اللي علتي على 7009. و معلش خالي سجاي، المهم طالعتي كلمتي زين، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو. هلا والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وراشد حالك؟ الله يطول عمرك. شو الأخبار؟ والله تسلمي الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. لا تغيب وايد يا أبو راشد عن الإذاعة. والله يا طويلة العمر للضرورة بعض الأحيان للضرورة أحكام يعني. ما ودنا ولكن بعد. الله يسلمك. الله يسلمك. عندي شيئين، شيء على مصلحة العامة وشيء مصلحة خاصة حقي يعني. تفضلي. حقك انت ولا ايه؟ شيء حقي انا خاص حقي، انا في مثل طلب وشيء. انت بدي المصلحة العامة افضل وعقب الخاص. اكيد ما بأناني. زين جزاك الله خير. اول المصلحة الخاصة زين. لا لا، المصلحة العامة لانها تفيد الشعب وتفيد الناس كلها يعني. قولي يا طويلة. براشد، مشكلة الشباب البدون هذين الشباب الصراحة، حتى يعني الشباب المواطنين والمثلا المقيمين بعد عندهم مشاكل، بس مشاكل البدون الصراحة وايد نحن متأذين منهم، وأنا يعني متأذية صدق منهم. أنا أقترح يعني على الدولة أو يعني اللي يسمعني أن ليش ما يسووا لهم مثلا الحين من أعمار شو يسمونه من 9 إلى 18 سنة، يأخذونهم يستفيدون منهم ويفيدونهم. يعني كيف أقول لك، مثلا يدخلونهم مثل الجيش. نعم. بس مش الجيش طبعا، أو الأماكن مش الخاصة في الجيش أو مش الخاصة في الشرطة، يأخذونهم بدال يطورونهم، يخلونهم نجار، مهندس، ميكانيكي، الحرف المهنية يعني قصدك.
ايوه يطورونهم بدل ما هم يضربون بالسيوف والسكاكين ومشاكل في الفرجان وسرقات وتخريب وهذا، لانهم عاطلين عن العمل وهم ما ينلامون. وانا عندي رساله من ام لشخص بدون زين، فطلبت مني هي كذا وحده طلبوا مني انا اتكلم في الاذاعه عندك يعني واقترح الموضوع. حتى والله البارحه حتى هي مسويت لي تليفون تصيح تقول لي لا شغل لا مشغله ضرايب مشاكل لانهم عاطلين عن العمل. زين بس الدوله ما يخصها فيهم، الدوله ما تتكفل فيهم يا لا طويله. انا معاك صح صح، هي هي الدوله خليها تتكفل بمواطنينها الله يطول لي عمرك وخليك. انزين اي لا هذا طويله العمر اختي، انا بعطيك النقطه على عيني وراسي، ولكن يا طويله العمر الان شوفي الان هاي الدوله الان لهم مواطنين على عيني وراسي تتكفل فيهم الدوله وتتكفل برعايتهم يا طويله العمر اللي هي دوله الامارات من ايام زايد الله يغفر له ويرحمه تكفلت بالجميع ولا زالت، ولكن في بعض النقاط الان يا طويله العمر زايد الله يغفر له ويرحمه درسهم بلاش والعالجهم بلاش الحمد لله رب العالمين. استمرت الامارات يمكن 35 سنه على هذا المنوال، ولكن يا طويله العمر الان بما يخص المواطنين الدولة ملتزمة تجاه المواطنين، ملتزمة في بعض الأشياء تجاه الوافدين المقيمين، ما بنقول الوافدين المقيمين في دولة الإمارات اللي عايشين في دولة الإمارات، ولكن يا طويلة العمر في مثل هذه الأمور هذه الدولة ما تقدر توفر الالتزامات هذه الدولة صعب شوي ما تقدر توفر. نقطتي مش ما توفر، تعرف النقطة أنت تستفيد منهم وتفيدهم يعني تستفيد من قدراتهم بدان هذا الولد لانه شوف تربى هني عاش هني. شوفي بدون هو ما في عندنا بدون الله يخليك، هم بدون هاي ما يبون كلمه بدون هاي ما في هي هاي كلمه بدون هذا الشيء لا هذا الشيء يعني. طويله العمر هذا الشيء هم اختلقوه من طلعت ازمه الكويت، ما كنا نعرف الحين شيء اسمه بدون، من طلعت ازمه الكويت يا طويله العمر صارت ازمه الكويت يوم دش صدام الكويت صاروا سمعنا بالبدون وطلعوا هني ناس يا طويلة العمر نحن نعرفهم دارسين وياهم زين وجنسياتهم نعرفها يا وعقوا جوازاتهم الله يذكره سعيد بليلة الله يذكره بالخير أبو خالد قال ناس اكتشفناهم قبل سنتين داشين الدولة يوم كان مدير جوازات في دبي، يقول ناس اكتشفناهم داشين الدولة قبل سنتين يوم يو قدمونها قالوا نحن بدون قبل سنتين داشين الدولة بأوراق رسمية معروفين يعني. لا أنا ما أتكلم عن هذين، أنا أتكلم على ناس يعني مثلاً عاشوا هني وما مثلاً أوكي يمكن كان عندهم ما عندهم جوازات شو ما كان من القبيلة ما أتكلم عن الدولة ما تقدر تلتزم فيهم الله يطول لي عمرك تسوي لهم برامج الله يطول لي عمرك وخليك لا طويلة العمر الحين الحين طالب الدولة بتوظيف المواطنين الله يطول لي عمرك هي هذا أكيد هي وتوفير رعاية للمواطنين ما طالب الدولة الله يطول لي عمرك وتوفير رعاية للخارجين عن القانون الله يطول لي عمرك ما يستوي بارك الله فيك ما انت مو فاهم قصدي انا فاهم قصدك ان يجمع هذيل البدون يا طويله العمر لين اللي يضاربون وهذا واللي يسرقون يجمعهم ويسوي لهم ورش عمل الله يخليك خليك تهتم بالمواطنين الله يطول لي عمرك قبل بارك الله فيك. المواطنين بعدهم مقصرين صراحه على عيني وراسي، ولكن يا طويله العمر الدوله ما تقدر توفر لهاي الله يطول لي عمرك ما تقدر توفر يعني الدوله الدوله لا الدوله ما ملتزمه تجاههم انهم توفر لهم الحمايه وتوفر لهم توفر لهم الحمايه وتوفر لهم الامان والامن يا طويله العمر والامور الاخرى، ولكن من اتجاه الدوله او من مسؤوليات الدوله ان توفر لهم برامج رعايه يا طويله العمر مثل برامج الرعايه هذه ما تقدر الدوله الله يطول لي عمرك وخليك ما ادري والله او من من التزامات الدوله يعني تجاه الناس اللي موجودين فيها. يعني انا والله العظيم من كذا شخص يعني حتى قلت لك ام شخص يعني كلمتني البارحه قالت لي انت تقدرين ترمسين في الراديو وتخبرينهم، انا كان مجرد اقتراح يعني شو اقول انا هالعقليه لان هذا ياهل يوم يكبر مثلا سواء مراهق سواء 19 سنه زين هني انت تستفيد منه مثلا في الورش العمل مثل ما تقول بيفيدك بتفيد منه بتستفيد منه في نفس الوقت زين انت عقول الثانيه هذيل الداعش والنظام انا اجيب هني طويله العمر اختي العزيزه هني انا بساعد اني يستوي كذي، ليش انا ما اساعد اني يتعلم اخليه يتعلم ليش ما نقول لي ليش في منهم ما يرضون خلاص طلعوا عن طور اهاليتهم والله العظيم انا شايفه هالمشاكل طويله العمر طلعوا عن طور اهالي القانون يا طويله العمر بعيزان عنهم قانون ما بعيزان عنهم اذا اي واحد اي واحد خارج عن القانون لا طويله العمر ما نسهل لهم الامور ونقول لهم تعالوا انتم والله قولوا تعالوا نحن تستوى بدون تعالوا لا تكملوا دراستكم تعالوا لا نساعدهم يا طويله العمر لا نحن ليش ما نقول لهم تعالوا لازم نقول لهم ادرسوا نشجعهم انهم يدرسون يا طويله العمر عشان باكر اذا